لمزيد من النقاش والمتابعة مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور أرحب بك معنا في هذه التغطية الإخبارية والمستمرة. يمكن يحسب للسيدة الرئيسة يعني اكتشاف هذه المكانة الهامة والجيوسياسية لقبرص واليونان ولعديد من الدول الأوروبية مؤخرا، كيف تقرأ أهمية هذه المكانة لقبرص واليونان بالنسبة للدولة المصرية وأهمية هذا التعاون الثلاثي الذي يجمع مصر مع قبرص واليونان؟ تفضل. اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. طبعا منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وتم اعتماد منهجيه وفلسفه جديده للجمهوريه الجديده في توسيع دائره العلاقات الخارجيه وزياده سبل التعاون السياسي والاقتصادي والامني مع كافه الدول العالم، ولكن ياتي هذه القمه حاليا تأكيدا على أهمية التعاون المشترك بين مصر واليونان وقبرص، بالإضافة إلى استثمار أو عرض المزيد من الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر حاليا بعد الطفرة الاقتصادية التي حدثت في مصر بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يعد نموذجا يحتذى به من قبل المؤسسات الكبرى الدولية والاقتصادية، وده بيعزز من مكانة مصر السياسية والاقتصادية في تعزيز دورها الإقليمي والعالمي. تلك القمة تأتي تأكيدا وإرادة من القيادات الثلاثة للدول الثلاثة على استمرار التعاون المشترك ما بين الدول لتحقيق قيمة مضافة اقتصادية وسياسية في مجالات التعاون المشترك، خاصة وأن هناك اتفاق تام في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على النحو السياسي والاقتصادي، وإحنا شايفين تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية نحو الاستثمار في الربط الكهربائي والغاز، وده سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري في مصدر جديد من مصادر الدخل للدولة المصرية، بالإضافة إلى العديد من مصادر الدخل الموجودة حاليا. وبالتالي أهمية تلك القمم إن هي بتساعد الدولة المصرية على زيادة عرض الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي مع الدول الثلاث، بالإضافة إلى أن حاليا بعد زيادة التعاون مع الدولة اليونانية هناك استثمارات تقدر ب 3 مليار دولار في مصر، بالإضافة إلى وجود أكثر من 106 شركة يونانية تعمل في مصر، وبالتالي هذه القمم سيكون لها بعد اقتصادي كبير. بالتأكيد دكتور مصطفى، نتحدث عن الجانب الاقتصادي بشكل أكبر وباستفاضة، لكن دعني في البداية أسألك، يمكن قبرص واليونان هاتان دولتان في الاتحاد الأوروبي كما تعلم، إلى أي مدى ستساهم هذه الزيارات وهذا التعاون الثلاثي ما بين مصر وقبرص واليونان في تقريب وجهات النظر ما بين دول الاتحاد الأوروبي لتكون داعمة لمصر في مختلف القضايا ومختلف الملفات، وأيضا تمتد يعني أواصر التعاون ما بين مصر والدول الأوروبية في الفترة القادمة؟ بالطبع سيكون هناك متانة في العلاقات أكثر. زي ما بنشوف إن الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بيعزز من العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها بوابة لقارة أفريقيا، مصر بتنظر إلى قبرص واليونان باعتبارهم عضو في الاتحاد الأوروبي، وذلك سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي برمته. وبالتالي أهمية القمم الاقتصادية ده بيعزز من فرص التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات. صحيح. طيب تم اليوم توقيع على عدد من مذكرات التفاهم، كان أولهم اتفاقية الربط الكهربائي واتفاقية بمجال أو متعلقة بمجال المغتربين. لو تحدثنا عن اتفاقية الربط الكهربائي، كيف تقرأ هذه الاتفاقية وأهميتها بالنسبة لمصر، وكيف ستكون يعني جسر ما بين مصر والدول الأوروبية، وستساهم أن تكون مصر تلعب دور محوري كمصدر للطاقة ولتنوع الطاقة خاصة في بعض الأوقات التي ستشهد اضطرابات في الطاقة في دول الشرق المتوسط؟ كما نعلم أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال الطاقة الكهربائية، وتحقق لدينا فائض في الشبكة القومية
للكهرباء، وبالتالي يعد هذا يعني مصدر من مصادر تعزيز دور الدولة المصرية في ربط كهربائي مع اليونان وقبرص، وبنشهد أيضا ربط كهربائي مع السعودية وربط كهربائي مع السودان، وده بيعتبر من موارد الدولة اللي هتستفيد منها الدولة المصرية والاقتصاد المصري بما يعود بالنفع على زيادة جلب العملة الصعبة بما يدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي. ده بالنسبة لمصر. بالنسبة للدول اللي هيتم الربط معاها قبرص واليونان، طبعا ده هيساهم في عملية دعم الأنشطة الاقتصادية والمصانع والشركات اللي بتحتاج الكهرباء في أعمالها، وبالتالي نجد أن هناك مصالح إيجابية متبادلة في عملية الربط الكهربائي بين صحيح. مصر وقبرص واليونان. لا يجب أن نغفل أيضا أن السيد الرئيس أشار اليوم إلى مشروع نقل الغاز الطبيعي، كيف تقرأ هذا المشروع وإلى أي مدى ستعول الدول شعوب المنطقة على ثروات الغاز الطبيعي، وكيف أيضا سيعود بالنفع على الدولة المصرية في المقام الأول؟ تمام. بالنسبة زي ما قلت لحضرتك أن الدولة المصرية بتعتمد حاليا فلسفة جديدة، وهي إعادة اكتشاف مواردها وإمكانياتها من جديد بناء على مفهوم التنمية المستدامة، وبالتالي نحن شهدنا خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في مجال الغاز الطبيعي، وتحقق لدينا فائض كبير توجه نحو التصدير. ده بيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية زي ما قلت لحضرتك، بيدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وعندنا فرص كبيرة مع اليونان وقبرص في ان احنا نستغل امكانياتنا والبنية التحتية من مصانع الغاز المسال. ده هيعظم من ربحية الاقتصاد المصري أكيد. وهيعود بالنفع ايضا على دولة اليونان وقبرص في استثمارات مواردها وتعظيم قيمتها المضافة في المرحلة القادمة. نعم دكتور مصطفى، أيضا يمكن يعني دعنا نتحدث عن نقطة هامة ونسلط عليها الضوء إذا كانت هي أهم نقطة في هذا الحديث، وهو دور مصر الكبير ودور السيد الرئيس والقيادة الأساسية التي تقوم بمجهود رائع سواء من ناحية في تحسين جودة حياة المواطن المصري، وهو ما نراه الآن على أرض الدولة المصرية من مبادرات وتنمية في كل القطاعات وفي شتى أنحاء الحياة المصرية سواء على مستوى الصحي السكني الاجتماعي وحتى حقوق الإنسان. كيف تقرأ هذا الدور؟ ومن ناحية أخرى تطوير علاقة مصر بكل دول العالم ليس فقط على المستوى الأوروبي أو الأفريقي لكن حتى على المستوى الإقليمي، كيف يصب في مصلحة الدولة المصرية؟ بالطبع هناك مصلحة كبيرة بالنسبة للدولة المصرية، خاصة مع تعزيز قدراتها وإمكانياتها وتطور ونمو حجم الناتج المحلي للاقتصاد المصري. ده بيعزز من قدرة الحكومة المصرية أكيد. ان يكون لديها القدرة والملاءة المالية على زيادة المخصصات الموجهة نحو القطاعات الخدمية والتعليم والصحة، وده بيكون ليه انعكاس خارجي على مزيد من الاستثمارات. نعم، على مزيد من الاستثمارات وتصب في مصلحة بالزبط. مصر صحيح بالضبط، هيكون لدى الدولة المصرية القدرة والإتاحة ان هي تعظم من حجم الاستثمارات الموجهة نحو تلك القطاعات لتعظيم قيمتها المضافة، وبالتالي نصل لتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي اللي بيهدف إلى توزيع عوائد التنمية على كافة شرائح المجتمع مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي لتحقيق مفهوم العدالة وحقوق الإنسان، وده بينعكس بالإيجاب طبعا على يعني صورة مصر الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وبيكون ليه تأثير إيجابي جدا على نظرة المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات التصنيف الائتمانية في مدى الاستقرار الذي تشهده مصر سياسيا واقتصاديا، بما يعزز من ثقة المستثمرين في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وخلينا أقول لحضرتك إحنا على مدار 3 سنوات متتالية مصر تبوأت المركز الأول في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على قارة أفريقيا،
وده يعد بمثابة شهادة طبعا كبيرة جدا في قوة ومتانة واستقرار الاقتصاد المصري على تحقيق المزيد من النمو، خاصة في ظل التداعيات المستمرة لجائحة كورونا والتي لم يتعافى منها الاقتصاد العالمي حتى الآن. ونحن نتحدث عن هذه الجائحة وتحدث عنها أيضا السيد الرئيس اليوم خلال هذا المؤتمر الصحفي، برأيك كيف نجحت مصر على الحفاظ على هذه المعادلات النمو الإيجابية خلال هذه الجائحة، جائحة كورونا، وكانت من أوائل الدول التي تخطت هذه الأزمة بشكل كبير وبشكل ناجح إلى الغاية، كيف عملت مصر على الحفاظ على الدفع بعجلة الإنتاج الاقتصادي وإقامة عدد من المشاريع، وحتى كان هناك متابعة بصفة دورية ومستمرة من قبل السيد الرئيس والقيادة السياسية في مصر لهذه المشاريع، ومن ناحية أخرى الحفاظ على حياة المواطن المصري؟ مصر في هذا الإطار انتهجت سياسة متوازنة للغاية، وهي استمرار تشغيل الأنشطة الاقتصادية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية على غرار الأنظمة الاقتصادية الكبرى اللي لجأت إلى الإغلاق التام، ولكن للأسف كان ليها خسائر كبيرة جدا على اقتصادياتها، وحصل تراجع في صحيح معدلات النمو وازدياد في معدلات البطالة بشكل كبير، لكن الدولة المصرية هنا انتهجت سياسة متوازنة نجحت بالفعل في تأثير التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والإجراءات الاحترافية والمتوازنة والسريعة، ولازم أكد على السريعة، في دعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، ده عمل على تخفيف حدة الخسائر، وإن الاقتصاد المصري أثبت أنه قادر على تلقي الصدمات نظرا لأنه يتميز بالتنوع والمرونة في المصادر. يعني في دول بيكون معتمدة على مصدر واحد أو مصدرين على الدخل الخاص بها، ولكن مصر تمتاز أن هي عندها العديد من موارد الدخل اللي قلل من تداعيات فيروس كورونا والخسائر اللي كانت محتملة ان هي تقع. بالإضافة لنقطة مهمة جدا، برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تم تطبيقه في 2016 في المرحلة الأولى لتثبيت الهيكل المالي والنقدي للاقتصاد المصري ساعد بشكل كبير جدا على تخطي هذه الأزمة، تخطي هذه الأزمة والتعامل معها والتكيف، ونحن بصدد الآن تطبيق المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية اللي مهمة جدا في زيادة مساهمة قطاع الصناعة والزراعة في الناتج المحلي صحيح الإجمالي اللي بيعتبروا أحد الركائز الأساسية لعملية النمو والتنمية. يمكن هي دي دكتور مصطفى النقطة الهامة اللي احنا بنتحدث عنها، وهي فكرة أن مصر أصبحت تدرك مصادرها ومواردها المتنوعة، أصبح هناك هيبة وعودة الهيبة للدولة المصرية وحقها في التنمية والتقدم بشكل كبير. نعود إلى نقطة هامة، هذا الاتفاق الثلاثي ما بين مصر والتعاون الكبير ما بين مصر وقبرص واليونان، إلى أي مدى سيساهم في مزيد من الاستثمارات مع القارة الأوروبية، خاصة أن كان هناك يمكن اتفاقية تجمع مصر مع دول أوروبية منذ قرابة 20 عام، لكن هناك بعض العوامل التي يعني تعوق هذه الاتفاقية. أولا التعاون المشترك بين مصر واليونان وقبرص دي آلية جديدة للتعاون المشترك على المستوى الدولي، وبيربط قارة أفريقيا مع أوروبا، وبالتالي سيكون له منافع اقتصادية وسياسية كبيرة في المستقبل. واهتمام القيادات الثلاثة على انعقاد دائم لتلك القمم يعتبر أداء ورسالة ودلالة قوية على استمرار التعاون المشترك في كافة القضايا السياسية والاقتصادية، خاصة موضوع الهجرة غير الشرعية والتنقيب عن الغاز في بحر في شرق المتوسط، وخاصة أن مصر حاليا بتتحول لمركز إقليمي للطاقة، ذلك سيساعد على التعاون وزيادة الكفاءة والفاعلية بين الدول الثلاث في المستقبل. صحيح، وراح نتحدث عن هذا الجانب الاقتصادي، يعني لا يجب ان نغفل نقطه هامه وهي مبدا المصالح المشتركه الذي اعتمده السيد الرئيس والقياده السياسيه منذ تولي السيد الرئيس الحكم في 2014، الى اي مدى اصبح مبدا المصالح المشتركه لتحقيق مزيد من التعاون مزيد من الاستثمارات ما بين البلدان هو المبدا او الاطار الشامل في علاقات مصر وسياساتها الخارجيه؟ العلاقات الدولية بتبنى على المصالح المشتركة. أي دولة
تريد أن تعزز من علاقاتها السياسية والاقتصادية بالتأكيد لابد أن يكون هناك مصالح إيجابية متبادلة بين الطرفين، وإلا سيعوق هذا التعاون أي تقدم في المستقبل. ولكن الأطراف الثلاثة يعوا تماما أن التحالف وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي فيما بينهم سيعود بالتأكيد على الأطراف الثلاثة بمزيد من الفوائد والعوائد الاقتصادية والسياسية في زيادة حركة التبادل التجاري ما بين الدول الثلاث، في زيادة العلاقات السياسية وزيادة التفاهمات في القضايا الملحة على الساحة، وبالتالي سيكون هناك عوائد على كافة المناحي السياسية والاقتصادية. بالتأكيد. دكتور مصطفى، أخيرا يمكن ونحن نتحدث عن هذا الجهد الرائع من قبل السيد الرئيس والقيادة السياسية في مصر لتحسين جودة حياة المواطن المصري وتحقيق التنمية المستدامة، يمكن يعني لو حضرتك تابعت تقرير التنمية البشرية أو تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية ذكر كل هذه الإشادات الدولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتطور والطفرة التي يعني تحققت في مصر، لكن أيضا كان هناك ذكر لنوع من التحديات التي من الممكن أن تواجه مصر في الفترة القادمة والاقتصاد المصري. كيف تقرأ هذه التحديات وكيف من الممكن أن تتصدى لها مصر في الفترة القادمة؟ أعتقد أن الدولة المصرية في انتباهها للسياسات الاقتصادية التوسعية، إذا كان على الجانب السياسات المالية أو النقدية، سنضي قدما في الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات خلال المرحلة الأولى لتطبيق البرنامج الإصلاح الاقتصادي، وده دلالته قوي. يعني احنا بنشوف ده بعد تحقيق 3.6% في معدل النمو في العام المالي 19-20، وبعديها تحقق 2.8% في 2021. ده انما يدل على نجاح السياسات الاقتصاديه اللي تم اتباعها خلال الفتره الماضيه للحفاظ على وجود معدل نمو مستدام وتراجع في نسبه العجز الكلي للناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي ده بيكون رساله قويه جدا على صحه القرارات والاجراءات المتبعه للحفاظ على ما تحقق من مؤشرات كليه منتظمه، وده بيعود بالإجابة على المواطن من خلال زيادة حجم الاستثمارات الحكومية من خلال المشروعات القومية في البنية التحتية والصحة والإسكان والتعليم، وده اللي أثر بالإجاب على معدل الفقر من خلال التقرير الخاص بالبحث والإنفاق والاستهلاك، إن تم تراجع معدل الفقر من 32.5% ل 29.7%. يمكن هناك دكتور مصطفى أموال كبيرة تبذل في برامج مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك يا دكتور.